دكتور، السؤال الثاني لأخت أم أحمد عن معنى كلمة القرى في القرآن الكريم، يعني وما الفرق بين القرية والمدينة في الآيات؟ طيب، هذه مسألة أنا أعرف من أين جاءت، وهو كلام منصور الكيالي على أي حال في التفرقة بين القرية والمدينة، ولا أرى أن هذه التفرقة صحيحة. القرية في اللغة والمدينة في اللغة تدلان على اجتماع الناس في حاضرة لا في بادية، يعني مكان فيه عدد من الناس، فيه مجتمع، فيه حياة مستقرة لا يترك أهلها يتنقلون من حين إلى آخر طلبا للماء أو طلبا للمرعى. فالقرية أو المدينة تطلقان في القرآن الكريم مقابلا لحياة البداوة والتنقل والترحم. وقد يتوسع فتطلق القرية، يفترض أن القرية في اللغة أصغر من المدينة أو على الأقل في العرف اللغوي المعاصر، لكن قد يتوسع بلاغة أو مجازا فتستخدم القرية مكان المدينة أو المدينة مكان القرية بغير إشكال، واللغة فيها من الاتساع ما يسمح بذلك. أما ادعاء فروق بين الكلمات القرآنية لا يسندها سياق قرآني على طول الخط، يعني تكلف في التعامل مع القرآن الكريم، كتفريق الكجال بين المرأة والزوجة وبين القرية والمدينة، وكلها تفريقات فاسدة لا تستقيم على ساق. ولو شئت أن مخصصا لهذا حلقة أو حديثا مفصلا لأذكر ما أورده ونبين الرد عليه نستطيع ذلك. القرية هي الحاضرة والمدينة هي الحاضرة والمكان المستقر الذي فيه حياة متمدنة إنجاز لنا التعبير، وتطلقان في مقابل البداوة ولا زيادة على ذلك.